خليني ارحب بالنجم الاعلامي المتميز الاستاذ احمد سالم بصفته الان مش الزميل بقى العزيز والصديق الكبير، لا كمان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. اهلا بك استاذ احمد، منورنا. الله يخليك استاذ ابراهيم، اهلا بحضرتك، تسلم. ما الجديد بعد يعني اعلان جدول المباريات دون اعتبار لمطلب نادي الزمالك الاساسي والرئيسي والإصرار والتصميم من قبل رابطة الأندية على ذات المسار اللي اتخذته اللي رفضه نادي الزمالك بوضوح في بيان قاطع وفي موقف ثابت أدى إلى اعتذاره عن أداء مباراة الأهلي اليوم؟ بص، هو الجدول اللي أعلن هو كان من مطالب الزمالك، يعني تقدر تقول إن يعني تم الاستجابة لنص المطلب. يعني أو بمعنى تاني إن كان الطلب لعب مباراة الدور الأول قبل مباراة الدور الثاني وإعلان جدول الدوري حتى نهايته أو إعلان خارطة الطريق يعني لما هو متبقي من مباراة الدوري، لأن كان دايما بيتردد فكرة ما أنتوا عارفين كل الماتشات، لا إحنا في من 11/7 وحتى نهاية الدوري دي كانت منطقة غامضة مبهمة تماما ما حدش يعرف عنها أي حاجة. فالنهاردة أعلنت يعني أعلنت بس بنفس عوارها من الدوري، أعلنت بنفس عوارها يا أستاذ أحمد إنه مباراة الدور الأول مش قبل مباراة الدور الثاني. ما بقول لحضرتك هو ده النص اللي لم يتم الاستجابة ليه، وده كان برضو في مبرر للرابطة إن يعني ده مش يعني في الوقت الحالي عشان يتم تنفيذه هيؤدي لزيادة مدة الدوري وإحنا عايزين نقفل الدوري بختام في أغسطس، فده كان الرد وقتها. لكن زي ما بقول لحضرتك هو يعتبر نص المطلب إن هو أعلن ما تبقى من مباراة الدوري. كويس. وهل ده يستجد حاجة في موقف الزمالك؟ مجلس إدارة الزمالك في حالة انعقاد دائم لما هو قادم يعني. لكن ده حتى الآن طبعا لا يلبي مطالب الزمالك، إنما لو في حالة الإصرار المستمر من قبل الرابطة على إنه ده شغلنا وده مسارنا، نادي الزمالك إيه السيناريوهات المتاحة قدامه؟ يعني حتى الآن كل الخيارات مطروحة، المجلس منعقد حتى الآن لمناقشة كل حاجة. يعني الاتجاهات الجديدة يمكن خلال ساعات النادي هيحدد موقفه من الفترة القادمة بإذن الله. عظيم. أستاذ أحمد، عايز أسألك بصفتك بقى إعلامي كبير ويعني يا فندم عفوا ده حضرتك الأستاذ الله يحفظك، أنت شايف المعالجة الإعلامية للأزمة دي على أي نحو بأي درجة، إلى أي درجة التزم فيها الإعلام الرياضي بالمتابعة المهنية بالحياد، ولا أنت شايف أنه الأمر كان انحيازات وتدخلات شديدة جدا في الانحيازات؟ لا والله، لا في نسبة كبيرة من الإعلاميين تناولوا الموضوع بمهنية وبتوازن، وفي نسبة معروفة دايما باتجاهاتها حاولت يعني تاخد أو يعني تدعي طبعا الحيادية كالعادة وقدمت معالجة غير مهنية بالمرة وكان فيها ازدواجية معايير، فيها كلب مكيالين، فيها محاولة لفرض وجهة نظر أخرى. يعني نفس الموقف ممكن يكون تكرر في أحداث أخرى كان ساعتها بيشاد بيه جدا، لكن المرة دي كان هو اللي يقول لك موقف عبثي واللي يقول لك بيهدد استقرار الدولة واللي بيحلف بالطلاق. يعني كان في مجموعة أدائهم طبعا ما كانش مرضي بالنسبة يعني حتى للمعايير المهنية، مش هقول للمعايير الجماهيرية. طيب خليني استاذ اطهر، عبد الواحد كان بيطرح اين المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك اللي اعلن عنها منذ شهور وحتى الان لم نجد اثرا لها؟ والله بص حاجه، اصل يعني انا مش عايز الناس برضو تفترض او يعني مش عايز احبط المتابعين وخصوصا المهتمين بالشان الزملكاوي، بس والله يا استاذ ابراهيم الوضع صعب الى اقصى درجه حضرتك تتخيلها. يعني مش بلتمس عذر للمجلس، ولكن المجلس مش ملاحق على كم المشاكل المرحله من فترات سابقه. صحيح. فعشان تطلب الجوده العاليه في كل الملفات ده بيبقى امر صعب، لان طول الوقت انت عندك اولويات. اي مليون جنيه بيجي لك فانت عايز 20 مليون غيره. هل هوجهه لايه؟ هوجهه للمنظومه الاعلاميه؟ لا طبعا، انا هوجهه لمستحقات اللعيبه، هوجهه لانشاءات النادي، للغرامات اللي عماله تنزل بالملايين. فطبعا في صعوبات شديده جدا جدا المجلس بيواجهها بتعوق بقى. بس يبدو ان الازمه الحاليه كاشفه الى الحاجه الى المنظومه الاعلاميه ربما اكثر من تعاقد مع لاعب او اخر. اشكرك جدا اعلامنا الكبير الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك.